أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيدة تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصري عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2019-2020. وقالت وزيرة التخطيط أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بلغ نحو 5%، وذلك تأثرا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد، والذي أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة. وأضافت أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالي الحالي قبل الأزمة العالمية.